ينضم إلينا الآن من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس، تصريحات حركة فتح تجاه حماس في تصاعد، يعني من يوم الإعلان عن تشكيل الحكومة وتعليق حماس وبعض الفصائل عليها أصبحت بيانات حركة فتح أكثر شدة وأكثر انتقادا. إلى أين وصلت يعني العلاقة بين الفصيلين، و يعني ما الهدف من البيانات الأخيرة لحركة فتح التي تتهم حماس بشكل مباشر الآن بالعمالة لإيران؟ يعني أولا، حركة فتح لم تكن يوما بهذا الوضوح في اتهام إيران بشكل مباشر بإثارة وإشاعة الفتنة والبلبلة والفلتان الأمني في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية. كانت دائما تلمح إلى ذلك وتتهم حركة حماس بأجندات خارجية. اليوم كانت واضحة جدا ولعدة أسباب. حقيقة القشة التي قسمت ظهر البعير، هناك ظاهر وهناك باطن للأمر. حقيقة يوسف، ظاهر الأمر ما جرى يوم أمس في مدينة طول كرم، عندما سيطرت مجموعة من مسلحي سرايا القدس التابع للجهاد الإسلامي والمدعومة من إيران على مركبة للشرطة الفلسطينية، رفعوا عليها علم الحركة وبدأوا يتجولون وكأن لا يوجد هناك نظام ولا يوجد هناك سلطة ولا يوجد هناك شرطة. وهذا الأمر استفز حركة فتح وهي الحزب الحاكم بطبيعة الحال هنا في رام الله وفي القيادة الفلسطينية، أصدرت هذا البيان. ولكن باطن الأمر هو البيانات والتصريحات لإثارة الشارع الأردني على النظام هناك، وهذا يخشى أن يكون مقدمة لمؤامرة كما تقول حركة فتح لتفريغ وتهجير الفلسطينيين. إذا ما تم تفريغ النظام والأمن في الأردن الشقيق كما يقولون، وأثيرت هنا موجة من الانفجار الأمني وهذا الذي يريده اليمين الإسرائيلي المتطرف، فإن ذلك سيكون مقدمة لوصفة تعبيد الشارع أمام الفلسطينيين لتهجيرهم نحو الفوضى والمجهول في الضفة الشرقية. وعليه فهم أصدروا هذا البيان بشكل جلي وواضح. دعوا أيضا حركة حماس والجهاد الإسلامي للعودة إلى مربع الوطن ولمربع الوطنية والأخذ بعين الاعتبار مصالح فلسطين، وقالوا بشكل يعني واضح بأننا لا نريد أن يكون هناك دمار شامل في الضفة الغربية كالذي حل بقطاع غزة والذي كان مبنيا من الأساس على وحدة الساحات التي لم نرى منها أي شيء، لا وحدة ساحات ولا شيء آخر، وبقي الفلسطيني الجائع وحيدا في قطاع غزة. شكرا جزيلا لمراسلنا من رام الله فراس لطفي.